هاتفيا ينضم الينا الاستاذ محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر. اهلا بك استاذ محمد. وفعاليه هامه شهدها الرئيس السيسي اليوم، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، كان طبعا متزامن مع الدوره 14 للمؤتمر العام للمنظمه الاسلاميه للتربيه والعلوم والثقافه ايساسكو. يعني وجود هذه الفعاليه في مصر برايك كيف تعكس هذه الرؤيه للقياده السياسيه بالاهتمام البالغ بجوده التعليم في مصر؟ يعني انعقاد المؤتمر النهارده في القاهره وهذا العدد الكبير من الحضور، سواء كان من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي من اكثر من 25 دوله، ده اكبر دليل على قد ايه ما تحقق في مصر من تطور كبير في دعم التعليم الجامعي، وقد ايه ثقه الدول الاعضاء في التجربه المصريه. النهارده المشاركين يمكن كانوا 49، كان بيمثلهم 25 وزير، وده رقم كبير في ظل جائحه كورونا. عايز اقول لحضرتك كمان التجربه المصريه والانجاز اللي اتحقق الفتره الاخيره من حجم ما تم تقديمه من اوراق بحثيه، يعني يبلغ اكثر من 30,000 ورقه بحثيه علميه، يعني تم نشرها نشر في على مستوى العالم. ده برضو ادانا قد ايه ثقه العالم في تطور البحث العلمي ودعم الدوله المصريه. حضور السيد الرئيس للمؤتمر للمنتدى اليوم ايضا رساله مهمه جدا، ان القياده السياسيه يبقى موجود في الجلسه الافتتاحيه للمنتدى ويحرص على اداره نقاش مع الحضور ويتابع. ده اعتقد دي رساله مهمه جدا للعالم كله، يعني يمكن ده اللي لاقى اشاده الحضور كلهم، يعني اشادوا باهتمام السيد الرئيس بحرص الدوله المصريه على جوده. يمكن ده كمان الكلمه اللي وجهها السيد الرئيس لما طلب انه الدول الكبرى وما لديها من خبرات في هذا الامر بالنسبه للتعليم، انه احنا عندنا استعداد نستقبل مثل هذه التجارب ويكون في تعاون وتكاتف لتطوير التعليم للوصول الى المستوى اللي احنا كلنا بننشده، انه يكون تعليم يرقى الى مستوى التطور الكبير اللي بيحصل على مستوى العالم. طيب أستاذ محمد، يعني نقاط كثيرة يمكن هامة جاءت في كلمة الرئيس اليوم، منها أنه مصر هي جادة لا تلين في مجابهة يعني كل التحديات اللي بيأتي طبعا على رأسها جودة التعليم. دعا أكبر الجامعات الموجودة في العالم إلى مساعدة مصر لكي يكون لديها تعليم ومعرفة حقيقية بنفس المستوى الموجود يمكن لدى هذه الجامعات. يعني الرئيس بيضع يده على الحلول، يعني ماذا نفعل؟ وهذا ما ظهر جليا من خلال هذه الكلمة. يعني ده كمان، يعني السيد الرئيس ناقش يعني ليست المشكله الخاصه بجوده التعليم في الدوله المصريه فقط، انما بشفافيه تتحدث على الدول الاعضاء في الايسكو ونظام الايسكو وقد ايه ان احنا ودي دايما يعني الرؤيه لدى الدوله المصريه ان هي تبحث عن الخير للجميع، الجميع يحصل على نفس المستوى العالي من جوده التعليم، لان منظمه الايسكو في نقطه مهمه اشار ليها السيد الرئيس، وهي دول العالم الاسلامي لديها فكر او بعض الافكار المغلوطه التي قد تشوه الفكر الانساني، ودي يمكن اشار ليها. ولذلك جوده التعليم هي بتكون احد اسلحه مواجهه هذه الافكار غير السليمه. ويمكن لما طرح حل مهم جدا وهو اقتراح بعمل صندوق دعم التعليم في دول المنظمة، أعتقد ده هيبقى بداية مهمة جدا وانطلاقة لدعم الدول غير القادرة على دعم جودة التعليم. مصر اتحركت خطوات مهمة جدا وبقت لديها تجربة يمكن اليونسكو النهاردة أشادت فيها، و يعني لما تنتقل هذه التجربة للدول الأعضاء ده يأتي من أو دليل على حرص مصر على نقل تجاربها الناجحة
للأشقاء أو للدول الصديقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كنت معنا أستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا لك.